السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. أم تنهي حياة رضيعتها وطفلها الآخر ينجو بأعجوبة بلمدية. اهتزت ولاية لمدية صبيحة اليوم على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل رضيعة في حي عين ذهب. ملابسات الجريمة وقعت بعد أن أقدمت الأم على خنق ابنتها الرضيعة ذات السنتين حتى الموت، فيما حاولت أيضا قتل ابنها الآخر البالغ من العمر 4 سنوات، لكن الطفل نجا من قبضة أمه بأعجوبة بعد صراخه يتدخل عمه لإنقاذه من الموت المحتم، فيما أفادت ذات المصادر أن واقع الجريمة حدث في غياب الأب. الله يرحمه يا رب العالمين. راسح بسمك تشوش ناطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.